سي حسن، مبروك هذا الانتصار. واش يمكن نعتبر هذه المباراه هذه هي بدايه انطلاقه ديال الحلم، ديال تحقيق الحلم اللي كنحلموا به هذه 4 سنين للصعود ان شاء الله؟ فما يخفش على الجميع، على خصوصا الجمهور ديال مدينه تيزنيت، ان حنا كناخذوا مقابله بمقابله، ما كنفكروش حنا في الطلوع، الا جا الطلوع يعني مرحبا به، ولكن كنحاولوا اننا ناخذوا اكثر عدد من النقاط في هذه المقابلات. الحمد لله حنا غاديين في خط تصاعدي، ما نقولش واحد العمل جبار كنقوموا به، لا اداره تقنيه ولا مكتب مسير، فالعموم حنا الان غاديين في واحد الخط اللي هو تصاعدي، يعني اللاعبين حسوا بالمسؤوليه اكثر، لان الانتصار الجمهور كيطالبوا بالصعود، ولكن الا درنا اليد في يد نحاولوا نحققوا هذا المنتخب، لانه بالنسبه لي انا هو الباب ديال الانطلاقه ديالي كمدرب، يعني نحقق مع امل تيزنيت صعود القسم الوطني الثاني. وبالنسبه لامل تيزنيت فنتمنى من الله اننا نشوفوا مدينه تيزنيت عندها فريق في القسم الوطني النخبه الثانيه، لما لا، والجمهور هو كيطالب بهذه، ويعني طالب بهذا المبتغى هذا، لما لا التحقيق ديالو. كما قلت لك كناخذوا مقابله 3 نقاط مهمه في كل مقابله، ولكن ما يمكنش نقول لك اننا حنا يعني الحلم ديالنا، انا حلم ديال كل اي واحد يعني في مدينه تيزنيت انه يشوف الفريق ديالو في القسم الوطني الثاني. ولكن كتعرف المباريات كيفاش كتجرى بالنسبه للهواة، كاينين مقابلات ما كيتلعبوش، كاينين مقابلات ما باغينش يتلعبوا، يمكن توقف البطوله، يمكن هذه كل اشياء ما كتصبش في الخانه ديالنا، لاننا احنا كما قلنا نحاولوا اننا نحققوا هذا الحلم ديال الصعود. ولكن اذا كانوا مقابلات ما كيتلعبوش في واحد الوقت اللي هو ايجابي بالنسبه للفرق اخرى، فيمكن يكونوا تلاعبات، يمكن هذا لا يخفى على احد، ولكن هذه هي كره القدم. سي حسن، لاحظنا اللمسه ديال المدرب وزعما اللي مشكور عليها، التكامل في جميع الخطوط. كاين واحد ما نقدرش نقول مشكل، نقطه واحده اساسيه هي على مستوى الهجوم، باقي ما كاينش داك، كنلاحظوا كاين واحد البلوكاج اللي هو اللي كيمنعكم انكم تسجلوا اكبر عدد من الاهداف، وحتى الاهداف اللي كيجيو من لاعبين ماشي مهاجمين. واش هذا المعطى هذا واش خديتوه بعين الاعتبار في انكم تريكروتيو شي مهاجم اصيل ولا خاص اللي يكون اللي خاص؟ اولا نقول للجمهور ديال مدينه تيزنيت، فان اصعب 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 مكان في اللعب بالنسبه المغرب كامل، ويعني حتى يعني في الدول الاوروبيه في كره القدم، هو قلب الهجوم اللي هو صريح. كنلقاو قلب هجوم اللي يمكن كنقولوا هنا عنده ديك اللمسه الاخيره باش يسجل، ولكن حنا عندنا اللعابه اللي كيلعبوا بالدار ديالهم للمرمى، ولكن كيحاولوا يبريباريو يعني ويهيئوا الكواري اللاعبين اللي جايين من الخلف. حنا في التنقيط ديالنا لحد الان تقريبا كاين المرتبه الاولى المدافعين اللي كيقوموا مقابله في المستوى من مقابله لمقابله وما غاديين كيتحسنوا، كذلك هو وسط الميدان اللي جل الاهداف اللي تسجلات هي من وسط الميدان، خصوصا من لاعب ديال وسط الميدان يمين اللي هو الحسين العكوس، كذلك اعتبار للاعب الشاب وسط الميدان كنشوفوا الدور اللي كيقوم به ياسين، يعني في خط وسط الميدان مدافع، كذلك اما سنبول او اي لاعب اخر كيلعب في هذه المنطقه الا وكيعطي يعني كل ما عنده. ولكن بالنسبه لنا احنا ما كنقولوش عندنا نقص، احنا خاصنا مهاجم اللي يكون يعني يكون عنده ديك اللمسه الاخيره باش 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 يسجل الاهداف. على العموم انا راضي على المستوى ديال هاد المهاجمين، ولكن ما لقيناش المهاجم اللي يعطينا اكثر من هاد الشيء اللي عندنا، وحنا كنتمنوا اننا نلقاو ان شاء الله مستقبلا.